أعلن حزب نداء تونس الحزب الحاكم عن انتهاء التحالف عمليا مع حركة النهضة الإخوانية شريكته في الائتلاف الحاكم، وذلك عقب انهيار التوافق بشأن عملية تنصيب رؤساء البلديات، لا سيما بلدية تونس التي آلت أمس إلى مرشحة جماعة الإخوان في تونس سعاد عبد الرحيم. وأشارت مصادر بحزب نداء تونس إلى أن الأخير يواجه آلة حركة النهضة التي تملك المال والتنظيم إضافة للاستحواذ على مفاصل الدولة.